ان شاء الله السم الهاري. ايه ما بتاكلي حوالي مو من كم ساعه اكلتي ولا بيحلالك يجي المساء والوحده منهم تلاقي ليمي بالبراد الزهره. ما ليك حبيبتي انا امبارح ما تعشيت بالبيت يعني بيطلع لي وجبه وهلا حليلي اكله. الك عن كندرتي شيء؟ طبعا الي شيء بالله بعدي من خلقتي. بعدي شبكن شبكن بتضل صواتكم طالعه شبكي انت وياها؟ شو صاير بتضلوا عم تتخانقوا؟ شبكن شو في معلمتي؟ انا مو امبارح تعشيت عند زيارة، ابقى بيطلع لي وجبه وهلا جعبالي اكله. هي شو دخلها لك تاكلي السم الهاري انت وياها؟ وانت وليه شو دخلك فيها؟ تركيها تعي لهون. شو صار معك مع الصبية؟ تاركتي كل النهار داشرة عندها، شكلها ما ولفت معك ما؟ والله يا معلمتي طلعت القصة مانا سهلة، يعني البنت لهلا ما مشاها نظيف، بدك ياني تجياها دش بتروح فيها. ولك يا غبية بدل ما تروحي لعندها، اسحبيها لعنا مشان تاخذ على الجو شبنا، بعدين إذا ما مشي الحال بتقصري لي إياها ورجلك بكسرها إذا بتروحي لعندها. وصلتي هيك يقطع عمري والله لو اني رجال اذا بتدفعي لي مصاري ما بنام معك. لك مين عن ابوك تعي لهون؟ بتعرفي ترجوها؟ بتعرفي اذا بتعيدي هذا الحكي ثاني مره؟ انتوا ما بتفهموا غير بالقتل. تعيدي عن جلالة لا تعرفي قتلي لا تعرفي قتلي لك ما بتخلوا الواحد رايق. هي اللي عم تضرب. مرحبا كيفك تمام؟